الضيعه اللي مختصه في انتاج الخضروات عند السي بن عدي. ومعنا الاخ المستشار الفلاحي السي خيري محمد باش يعطينا واحد النبذه على هذه الزراعه ديال الفاصوليا. هي في مرحله الجني ديالها ما شاء الله، راه الانتاج مهم تبارك الله. وسي خيري تعطينا واحد النبذه على المسار التقني والمواكبه اللي درتو مع الفلاح هنا. شكرا رئيس مركز ديال الاستشاره الفلاحيه السي العفلاني محمد، موجود معنا الاخ المستشار الفلاحي بن صغير بن جليل. احنا كنقوموا دائما بالتتبع المواكبه ديال الفلاحه عن قرب. الان كنواجدوا في الضيعه اللي هي تدي الانتاج ديال الخضروات. هذه مرحله ديال الجني، لا بد ما نسردوا المراحل ديال المسار التقني ديال هذا النوبيا الخضراء اللي هي كتلعب واحد الدور مهم جدا في الدوره الزراعيه. لهذا كنصحوا الفلاحه باش ما يبقاوش دائما يديروا الفلاحه على الفلاحه، يعني الامونيا كولتور كانت عندها في البدايه قام الفلاح بالاتيان ديال الماده العضويه، وكذلك التحديد ديال التربه في الرقم، وكذلك التحديد ديال فراش التربه من بعد الماء الى الزرع. تعرفوا بان هذا الفلاحه لابد في البدايه خصنا نعطيوها واحد الكميه ديال 20 حلات 30 وحده ديال الازوت كاستافير باش يمكن تبدا واحد الانطلاقه ديالها، حتى تجي المراحل الاخرى اللي كنديروا فيها التسميد ديال التسميد المعقلم عبر قنوات الري. انتما كتشوفوا الانتاج، الحمد لله الانتاج اللي هو مهم جدا وهي مطلوبه الحمد لله في السوق، لان كاين عليها الطلب من طرف المستهلك، وكاين التسويق ديالها يعني بواحد الشكل اللي هو سهل. الفلاح لابد انه قام بواحد المجموعه ديال التدخلات ديال لمحاربه القرضيات ومحاربه الحشرات ومحاربه الامراض الفطريه، وكذلك استعمال بعض المحفزات اللي كتلعب واحد الدور مهم جدا في الانتاج ديال هذه اللوبيا الخضراء. ونكن الشكر كثير لجميع الفلاحه اللي هما دائما حنا راح الاشاره ديالهم واللي كيلعبوا واحد الدور مهم في يعني باش يوجدوا واحد المحصول للسوق ديالنا، وبالخصوص في الظروف ديال الحجر الصحي اللي الناس كنسميهم هادو يعني جنود الخفاء، اللي كيوجدوا يعني الخضروات باش يمكن السوق يكون فيه دائما يعني بوفره الوجود ديال الخضروات. حتى لا اطيل عليكم، اكن الشكر الى جميع الفلاحه اللي هما ديال هذه المنطقه ديال لازون داكسيون ديال سيدي حيا زعير اللي هما كيمارسوا هذه الخضروات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.